اهلا بحضرتك استاذ محمد، وانا عايزه اروح معاك لبعض النقاط بس هبدا سريعا بماتش امبارح لان ده كان اخر خبر معانا. طبعا ريال مدريد وليفربول، هل كان متوقع اصلا يعني كانت متوقعه هذه النتيجه من البدايه؟ طبعا بفرق المستويات الموجوده هذا الموسم لريال مدريد وليفربول، وبرده قصه او قضيه التدني في المستوى الخاص بليفربول. انا ما اعتقدش وحضرتك تتفق معايا الازمه عند محمد صلاح ابدا، فلو الازمه تعرف سببها برده يعني تقول لنا. في البداية طبعا بداية المباراة كانت يعني مفاجأة، ليفربول في أول ربع ساعة جاب هدفين، تألق فعلا. كلوب حتى علق على الموضوع، قال بالنسبة لنا كان بداية كانت مفاجأة بالنسبة لنا، يعني تغير مفاجئ كبير جدا، يعني مش ما بين تكون ريمونتادا كسبان عادية اللي حصلت اه دي. يعني تكون كسبان 2-0 انك يدخل فيك هدفين بطريقه ساذجه جدا. الدفاع كان في حاله سيئه جدا، الفريق احواله اتغيرت في فتره بسيطه، وانهيار كبير جدا في الفرقه. اسبابها مش من المباراه بس، يعني مش مباراه ريال بس، هنقول بدايه السيزون طبعا. انهيار. ليه بقى؟ يعني في رايك الانهيار ده حصل ليه؟ في البداية يعني لو هنرجع من ورا شوية من قبل بداية السيزون، كان السنة اللي فاتت ليفربول يعتبر أكتر فريق في العالم لعب مباريات، يعني لعب لآخر جولة في الدوري الإنجليزي، المنافسة كان مع مانشستر سيتي لآخر جولة، لعب نهائي دوري أبطال أوروبا مع دوري ريال أبطال مدريد، أوروبا. ولعب نهائيين الكأس سواء كأس إنجلترا أو كأس الكاراباو. ليفربول السنة اللي فاتت كان بيراهن على 4 بطولات، قدر إن هو ياخد منهم بطولتين، صحيح مش بطولتين الكبار ولكن النهايه كانت بطولتين. السنه دي دخل فتره الاعداد، كانت مفيش فتره يعني كبيره ان اللعيبه تستريح بعد موسم مرهق بالنسبه لهم. في نفس الوقت يعني دخلت مباراه مانشستر سيتي في كاس الدرع الخيريه، وكان هدفك انك عاوز تكسب المباراه بتكسب بطوله. على عكس مثال بسيط، مانشستر سيتي دخلوا موسم متاخر بعض الشيء، كان تفكير جوارديولا معنى صح مش هبص على مباراه، انا ببص على موسم كله، فكان في فرق كبير ما بين جوارديولا وما بين كلوب. بخلاف كده طبعا، ودي نقطه كانت كارثيه، نقطه الصفقات، ودي يعني واضحه جدا ان كان كتير جدا جدا من جمهور ليفربول بينتقدوا الاداره، مفيش تدعيم قوي للفريق، خلاف سواء داروين نونيز في الهجوم، وده كان تعويض بعض الشيء اللي وما ساديو ماني. كانش في الأول خالص فيه كيمستري حتى بينه وبين صلاح، يعني مؤخرا ابتدى شوية يبقى فيه الكيمستري في الملعب. يعني هو كمان صرح ان هو كان يعني لسه اصلا اللغه مش ما بيعرفش يتكلم انجليزي، تمام، يعتبر المترجم ليه كان تياجو الكانترا بحكم ان هو بيتكلم اسباني، فاللغه اصلا تواصله يعني كان عامل حتى عائق طبعا. ليه تصريح ظريف قال انا ما بفهمش الكلام اللي بيقوله يورجن كلوب، فيعني واضح هو الراجل ده عايز ايه؟ قول وانا اعمل. يعني كان واضح ان في يعني ايه فجوه كبيره جدا من الناحيه دي. فطبعا كذا كذا نقطه يعني سواء ذكرتها من ناحيه الاعداد او من ناحيه الصفقات، بخلاف بقى ان الفريق نفسه العناصر الاساسيه في الفرقه مش في حالتها، سواء من بدايه الدفاع للهجوم، فدي كانت كلها يحاسب عليها مين دي؟ يعني نقطة حضرتك ذكرتها ده دلوقتي، يحاسب عليها الفريق نفسه، ولا يحاسب عليها المدير الفني، ولا تحاسب عليها الإدارة اللي شوية دلوقتي فيها تذبذب بالكلام اللي احنا سمعناه مؤخرا ان هو هيتم بيع النادي وغيره، يعني فين اللوم الأكبر؟ البداية هاخد بس نقطة أخيرة حضرتك ذكرتيها، نقطة بيع النادي. الإدارة صرحت تصريح رسمي من المالك أول امبارح قال مفيش بيع، و ده أول امبارح؟ أول امبارح قال مفيش بيع، النادي تفكيرهم فقط لا غير، ممكن يبيعوا بعض الأسهم علشان استثمارات للفترة اللي جاية من ناحية لكن مش هيبقى الصفقات، في بيع كلي. مفيش بيع كلي، وده يعني كان بالنسبة لجمهور ليفربول كانت صدمة، رغم الحملات الكبيرة جدا اللي عملتها للجماهير في الفترة الأخيرة علشان تضغط على الإدارة أو الملاك يبيعوا النادي، لكن الإدارة أو الملاك قالوا مفيش طب بيع. طب هو ليه معلش دي مش واصله لي، ليه عايزينهم يبيعوا النادي؟ شايفين مفيش صفقات، من ابسط شيء تشيلسي، في تشيلسي رغم النتائج الكارثيه لكن شفنا الملاك الجدد عملوا صفقات ضخمه وكبيره جدا، نشوف مانشستر سيتي، حتى مانشستر يونايتد يعني ابتدى النادي يرجع بعض الشيء بالرغم من ان هجوم برضه على الملاك الحاليين، وفي كلام طبعا ان النادي هيتباع من ارسنال. يعني يعتبر ان ليفربول دلوقتي كان السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت كان يعتبر المنافسه مع مانشستر سيتي، اصبح ان في اكتر من نادي بيدعم، والتفكير اختلف دلوقتي من ناحيه الصرف.